فاز ينضم إلينا عبر الهواء مباشرة مراسل ليبيا الحدث عطية العبيدي. أهلا وسهلا بك عطية في نشرة الأخبار، أطلعني عن آخر التطورات لديك في بنغازي. أهلا بك زميلي مصباح وبكافة المشاهدين داخل قناة ليبيا الحدث وخارج قناة ليبيا الحدث. طبعا بعد قرار القائد العام للقوات المسلحة بإعادة تصدير النفط وبشروط تضمن التوزيع العادل لهذه الموارد التي تخرج من المواني النفطية، وشدد القائد العام على عدم استغلال هذه الموارد لدعم الميليشيات الإرهابية والمرتزقة السوريين والأتراك. نلاحظ هنا في الشارع في مدينة بنغازي قد استقبلوا هذا القرار بكل فرح، وكلهم يتمنون من أن هذا القرار سيحسن الوضع الاقتصادي الذي يعيش فيه المواطن وتحسينه إلى أفضل صورة ممكنة. ثانيا، هناك اليوم قد هبط الدولار بشكل نسبي قليلا عن أسعار الأيام المقبلة السابقة. كذلك اليوم في مدينة بنغازي شرعت اليوم وزارة التربية والتعليم بانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية اليوم، وكان اليوم أول أيام امتحانات الثانوية، وتم هناك الإجراءات الاحترازية التامة، وتم الكشف عن الطلاب القادمين لإجراء هذه الامتحانات، وتم الكشف عليهم وتوزيع عليهم المعقمات والكمامات قبل دخولهم لقاعة الامتحان وإجراء الامتحان. ثانيا، نتحدث عن القطاع الكهربائي هنا في مدينة بنغازي الذي يتحسن بشكل نسبي هنا في مدينة بنغازي بعد الانقطاع الذي كان يصل إلى 12 ساعة، لكن الآن قد ساعات طرح الحمال ما زالت مستمرة قليلا، ينقطع من 5 ساعات إلى 6 ساعات، وأحيانا نصل إلى 7 ساعات. وكذلك قبل قليل هناك كان اتصال بيني وبين مدير الشركة العامة لشركة المكتب الإعلامي لشركة الكهرباء، وقد أطلعني على أن محطة شمال بنغازي ومحطة السرير تتلقى المواد المشغلة لهذه الوحدات الكهربائية، وتتلقى هذه الوحدات يعني المادة المحروقات تتلقاها بشكل يومي، يعني ليس هناك توفير كامل هناك للمحروقات التي تشغل الوحدات التي تجعل محطة شمال بنغازي بوحداتها الأربعة تشتغل بكامل طاقتها. وبالنسبة لمحطة شمال بنغازي فقد هي تستغل 3 مليون لتر مكعب من الديزل لتشتغل بكافة قوتها، ومحطة السرير التي تلزم 2 مليون لتر مكعب لتشتغل بكامل طاقتها. أما عن الجانب الأمني، اليوم في مدينة بنغازي شاهدنا مؤتمر صحفي لمديرية أمن بنغازي، تحدث فيه المديرية عن أعمال التي قام بها خلال من بداية السنة بتاريخ 1 يناير لسنة 2020 حتى تاريخ هذا اليوم، وعرض القضايا التي عمل عليها والتي كشفها والتي وأعلن حتى النسبة التي نسبة الجرائم في مدينة بنغازي وأوكار المخدرات التي قد تم الهجم عليها وقد تم القبض عليهم بعد إصدار النيابة العامة قرارا في حق نعم في حق هؤلاء. نعم، شكرا جزيلا لك بطبيعة الحال عطية العبيدي مراسل ليبيا الحدث، كنت معي عبر الهواء مباشرة من بنغازي.